يلا بعد عندهم شبهة حول الأحاديث دي، والشبهة دي بيجيبوها أخوان مسلمين وأنصار السنة وكلهم، ما مش قاعد يجيبوها لكم؟ قالوا إنه الحسين وابن الزبير مالهم خرج الرد. قال علماؤنا في خروج في شبهة خروج الحسين أن الحسين بن علي رضي الله عنهما خرج من المدينة إلى العراق، مش خرج على الحاكم، طلع يعني من المدينة مش العراق، سافر مطالبا بدم أبيه خلاص علي بن أبي طالب، وقد ذهب من المدينة إلى العراق إلى ابن عمه يزيد ابن معاوية رضي الله عنهم، ويقول بعد ذاك الجنود بتاع يزيد لقوا في الطريق قبضوا، يقول لهم افتحوا لي الطريق إلى ابن عمي، يقصد منه يزيد ابن معاوية لأنه بيلتقي معه في عبد مناف، هم أبناء عمومة، فأبوا ديل بعض جنود يزيد وليس بعلم يزيد أصلا، قابلوا الحسين في الطريق خلاص، فقاتله جيش يزيد، الناس اللي قابلوه من جيش يزيد ديل، ولم يكن ذلك بأمر يزيد بن معاوية رضي الله عنه، فاضطر إلى الدفاع عن عرضه ودمه وحرمته، ده الموضوع، ما خرج على أي حاكم، دي خلاصة الموضوع، زي الكلام اللي بيتكلموا في عائشة، يطعنوا في عائشة من حيث يشعر أو لا يشعر، قالوا عائشة خرجت على الحاكم في معركة الجمل، لا يا جماعة، عائشة رضي الله عنها مشت تصلح بين الفئتين، ما خرج على الحاكم، ولا في ذول من أئمة السلف قال خرج على حاكم، ولا هي خرجت على حاكم أصلا، وما ينبغي لها ذلك، وما فعلت ذلك الطاهرة المبرأة من فوق سبع سماوات. طيب لكن ما عجيب، ناس قالوا الله خرج على الحاكم في ميدان التحرير، ما يقولوا الحسين وعائشة وابن الزبير خرجوا، قالوا الله، وبعد ذلك قالوا جبريل خرج على قال السيسي في ميدان التحرير، ده إجرام ما بعد إجرام بتاع شيوخ الفتنة، شيوخ جماعة الإخوان المسلمين، والآن الحمد لله الكثير من العالم كشفوا فكيف، وظهر منهج أهل السنة والجماعة اللي كان بيقولوا للناس اسمعوا وأطيعوا، وشيوخ الإخوان المسلمين دعاة الفتنة قالوا لا لا، ديل السلفيين قالوا خلوهم، ديل أصلا عبدة الريال، وديل علماء السلاطين، الآن ظهروا من العلماء ومن الشيوخ ومن دعاة الحق بفضل الله سبحانه وتعالى. أيوة، الناس شافوا شيوخ الإخوان المسلمين عملوا شنو في الوطن الإسلامي والعالم العربي، ماذا فعلوا؟ عاثوا فيها الفساد، كما قال الله عز وجل: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه بعد ذاك وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. والله كل ما أقرأ الآيات دي من سورة البقرة بتذكر دعاة الإخوان المسلمين دعاة الفتنة، كأنما تخاطبهم الآن فردا 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 وداعية داعية. طيب بعدين الحسين والحسن، النبي صلى الله عليه وسلم زكاهم ده شباب أهل الجنة، وقال ريحانتا الجنة، الأخوان المسلمين داروا يبقوا الحسين من الخوارج الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخوارج كلاب أهل النار، صححه الألباني.